وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم كتقول بأن هل يجوز أن نقول تنمرت؟ يعني ما المقصود بتنمرت أخي الكريم؟ يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد تحية أهل الجاهلية في الصباح والمساء فيقولون أنعمتم مساء أو أنعمتم صباحا، لكن الله سبحانه وتعالى أبدل ذلك كله خيرا وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمسلم الذي يقول وهو يحيي أخاه المسلم السلام عليكم له 10 حسنات، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله له 20 حسنة، له 20 حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة. تصور أخي الكريم كم من واحد تسلم عليه في اليوم، شحال من واحد غتسلم عليه الصباح والعشية وانت كتدي 30 حسنة في كل تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش رانا ويغوش كتختنمرت في النوم ولا تفينا ولا تميزار ولا أزور في اللون ولا هذه المصطلحات كل هذه. فربنا سبحانه وتعالى يقول تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ودائما الإسلام يقر على ما كانت عليه الجاهلية من مكارم الأخلاق وما فيه خير، ولكن ما كان مجانبا أو مجانبا للحق والصواب فلا يقره الإسلام. مش كان الإسلام يفاد الجاهلية؟ أرتلين أنعمتم مساء أو أنعمتم صباحا، حال صباح الخير ومساء الخير. إن الإسلام السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله عز وجل ويدل على الخير والنمى والبركة والسلامة. ما خيرنا تنمير تلاقي صغير كيس اللي غايا. ثانيا لا ينكر كران المشاغبين على الإسلام وهم يعني أعداء الدين أعداء أهل الإسلام، حاول باش تنمص الهوية الإسلام لمبادئ الإسلام، راه هجرنا السلام عليكم اللي هي تحية الإسلام وما أجملها. لذلك أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرتني إياكم ورطانة الأعاجيب، إياكم ورطانة الأعاجيب. ما يجيش الإنسان بين المسلمين وبدأ يتكلم باللغة الأجنبية ولا اللغة أعجمية العقيمة، يتكلم الإنسان بلغة القرآن، بلغة الإسلام، لغة أهل الجنة، ما في حتى مشكل. أنني السلام عليكم ونبدأ نسول تشرحيت ما عندناش مشكل، أو كانني السلام عليكم اللي هي تحية الإسلام لأنها عبادة، وكان المر نسول تشرحيت ما عندناش مشكل في التواصل. أشكون العبادة ولا تغير وتبدل وتبدل الصفات نص يخصيص نخاء في القالب اللي بديتوشكا، وكان يمارس ولا استماز يخلق ما عندناش مشكل فيه. ولكن باش التحيات كل مرة نحيد يد الكلمة، كل مرة نحيد يد الجملة، ونشكد يدل على شيء فينا.